غير ارتياح ما تقدرش كيما نقول لك فرحه كبيره ونعمه نعمه والله الحمد لله ان شاء الله ربي يدومها وربي يرفع علينا ان شاء الله هذه الوباء امين ان شاء الله بارك الله فيك ها يا راه اني جبت شويه ربي يشرف لك على هذا المرض امين من جلفه جيت من جلفه والله عندي البار على جلب بلا يصلي هنا راه ربي يشرف شكرا على غادي ندير صلاه جمعه ندير جمعه مع الفرحين كيفاش شعورك والله غني فرح والله غني فرح والله غني فرح والله غني فرح يعني ما تخيلهاش انا راه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله في هذه اللحظه التاريخيه بعد انقطاع 17 من صلاه على صلاه الجمعه جيناكم من وليد بسهم من اقصى حدود الشرق الجزائري باش نعيش معكم اللحظه التاريخيه هذه وشكرا لقناة الشروق على مواكبتها الحدث هذا وان شاء الله تكون ما تكونش اخر صلاة جمعة ونشكر السلطات المحلية والسلطات العليا على اتخاذ القرار الجريء هذا رغم ان الوضع متأزم ولاحظنا يعني انه نبذلوا القرار بجرأة ويعطيهم الصحة ورب يرفع لنا البلاء والبلاء وشكرا البلاء والعقب عاود الحاج عاود ناس بدلكم شكرا رانا فرحانين بالمسجد نتاعنا هذا ان شاء الله رانا فرحانين بخاوتنا رانا جينا من المسجد على جنب المسجد هذا ربنا زدت مئات كيلومتر جينا في الليل على جنب المسجد هذا رانا فرحانين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جينا من ولاية ورقلة اليوم من أقصى الجنوب جينا حضرنا لهذا الافتتاح افتتاح المسجد الأعظم الجزائر نسأل الله تعالى أن يكون صرحا للجزائر والأمة الإسلامية وأن يرفع عنا هذا الوباء يعني صرح كما هذا الحمد لله أن كنا شاهدين في أول صلاة في التاريخ هذه أول صلاة جمعة بعد غياب دام 35 جمعة نحمد الله عز وجل أن وفقنا لصلاتنا في هذا المسجد الأعظم نشكر الدولة اللي قامت بهذه وندعو المولى عز وجل أن يشفي ولي أمرنا السيد عبد المجيد تبول وأن يرزقنا الجزائر الأمن والأمان والرخاء وأن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الله عز وجل على هذا التوفيق اللي وفقنا بصلاة الجمعة في المسجد الأعظم نجينا من ولاية بدنا لكي نحضر لصلاة الجمعة ونتمنى إن شاء الله ربي سبحانه يرفع علينا هذا الوباء السلام عليكم كيف شعورك وأنت تؤدي هذه الصلاة في هذا الصرح الديني؟ شبهناها ما نشبهوهاش بزاف بصح شبهتها لمكة أنا زرت مكة شبهناها لمكة دروس نشبهوها بصح الله بصح سبحان الله كأنك في مكة كأنك في مئات مكة تحس بلي راك في مكة سبحان الله نشكر ربي سبحانه على هذه النعمه اللي 33 جمعه والربعة 34 وفقنا ربي باش نصليو في المسجد الاعظم نتمنى من ربي سبحانه يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله امين يا ربي بارك الله نشكركم انتم كثير شكرا خير